تشهد مدينة النجف الأشرف أعدادا من المؤمنين كل عام لإحياء ذكرى مقتل الحسين عليه السلام وأهل بيته الكرام مرتدين السواد ورافعين الرايات ويصرخون هيهات من الذلة. رسالة الشعائر الدينية وخدمة الإمام الحسين نهتم بالخطيب، بعدين بعد الخطيب يكون عندنا رادود قاعدة ولطم يصحوا له قاعدة، أهم مسألة توجيهية تعتبر من توجيهات المنبر الإمام الحسين، ولطم بعدين مأدبة عشاء في كل سنة لمدة 13 يوم. النجف الأشرف من أهم المناطق التي بقيت محافظة على كيفية أداء الشعائر الحسينية، ولكل طرف في النجف له شعائره الخاصة، فطرف العمارة تمتاز بشعيرة المشاعل. وهذا المشعل كان إنارة للجيش، الجيش من يتقدم يريد له إنارة بالليل، فكان هذا الإنارة مالت الجيش، فهاي الناس والقبائل العربية الأصيلة في النجف الأشرف بطرف العمارة يطلعون بمشاعلهم، هذا يعني جيش إعلان الحرب نصرة سيد الشهداء سلام الله عليه. أما الأطراف البقية فتمتاز بشعيرة المشق باعتبارها طقوس حسينية قديمة، وهي عبارة عن استعراض بالسيف والطبول. كل عام وكل سنة احنا نقيم المآتم الحسينية والمجالس الحسينية، وهذا الموكب احنا مستارثيه ابا عن جد، نقيم به تعازية وعدنا وجبة عشاء يومية ونطلع عزاء مشيق وعدنا تطبير، والحمد لله والشكر نؤدي كل المراسيم وكل الشعائر بحذافيرها. هو لم يمت، روح ترفرف في قلوب آمنت بأن الحسين هو سفينة النجاة ودوت هتافات المؤمنين في جميع أنحاء العالم، لا يومك يومك يا أبا عبد الله، بقلوب خاشعة مألومة وحزينة. فالحسين عليه السلام ليس لأحد، إنما للجميع. لقناة الفرات، محمد الشكرتشي، النجف الأشرف.